هذا وتواصل قناة الجزيرة القطرية بث خطابها العدائي تجاه دول المنطقة والخليج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ودعم الجماعات والقيادات الإرهابية، في نهج يؤكد مساعي القناة لتسخير بثها للجماعات المتطرفة وتحقيق أجنداتهم والاستناد إلى شهادات مغلوطة وبعيدة عن الحقيقة. غياب المصداقية عن أي قناة تلفزيونية هو خروج عن أبسط مبادئ العمل الصحفي المهني والاحترافي، والمتابع لقناة الجزيرة القطرية يتأكد له يوما بعد يوم أن جميع ما تبثه القناة من أخبار وتقارير مغلوطة ومعلومات غير حقيقية تستند إلى شهادات باطلة من شخصيات خارجة عن القانون والعدالة ومعلومات ملفقة لا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة. وكما اعتادت القناة على التعامل مع العديد من القضايا والملفات في المنطقة عبر الاستناد إلى أذرعها الإرهابية والمصادر غير الموثوقة، تعاملت القناة ومسؤولوها مع عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون في مملكة البحرين، وعرضت عليهم مساعدتهم بتسخير بث القناة لهم بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. أنا أتكلم وياك أبو خليفة، طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة إلى قوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ. إحنا نتوقع سيل من الدماء. إحنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيرة الحين. هاي رسالتنا أن ما يجري اليوم هو بإمضاء خليجي. توصل، بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى. الشواهد كثيرة والأدلة فاضحة لمصداقية هذه القناة، تكشف حجم الافتراء والتآمر الذي لعبته القناة عبر اتصالاتها المشبوهة بالجماعات الإرهابية واعتياد تسخير منصات القناة لبث خطاب الكراهية والعداء من خلال مخطط واسع طال ضرره العديد من الدول العربية. هذا هدفنا الرئيسي، وأرجوكم تثقوا فينا. وانتم عارفين احنا صادقين دائما معاكم. جميع ما جاءت به القناة القطرية وما تنشره من إساءات يؤكد حقيقة واحدة فقط، أن القناة لا تريد أن تتخلى عن أسلوبها العدائي في المنطقة ولا عن استمرار التواصل مع الخارجين عن القانون والهاربين من العدالة للاستدلال والاستشهاد بأقوالهم كمصدر لمعلوماتها وأخبارها، وهذا وحده كفيل بتوضيح ماهية المبادئ التي تقوم عليها القناة.